فرنسا وعلى الكره الفرنسيه والانديه الفرنسيه واللاعبين المصريين اللي احترفوا في فرنسا من خلال لقائنا بدومينيك بيجوتا، طبعا واحد من نجوم منتخب فرنسا ولاعب سابق في انديه كبيره زي موناكو وزي بوردو، وتولى المسؤوليه الفنيه لفرق زي ميتس وسوشو. خلينا نرحب بيه بدايه طبعا دومينيك بيجوتا نجم الكره الفرنسيه، اهلا وسهلا بيك على شاشه الاهلي وشكرا على ظهورك معنا في السادسه. شكرا جزيلا لكم لكل الشعب المصري، شكرا لكم. يعني البداية من مباراة امبارح موناكو في مواجهة بي اس جي، ازاي شفت المباراة وازاي شفت التعادل رغم البداية القوية يمكن لبي اس جي الموسم ده على مستوى الأداء وعلى مستوى الأهداف وعلى مستوى الانتصارات، لكنه امبارح لم ينجح في تحقيق الفوز على موناكو، بل بالعكس ان موناكو قدم مباراة قوية جدا وأحرج فريق بي اس جي بكل نجوم. نعم، موناكو كفريق جيد جدا وبدأ بهجوم قوي جدا في بداية المباراة واستطاعوا السيطرة على بداية المباراة. الفريق الباريسي كان يدافع بقوة ولكن كان في حالة استعجال دائما، ولكن كان يوجد فرص جيدة لتحقيق الأهداف واستطاعوا المهاجمين إهدار على العديد من الفرص، وهذا ما أهل موناكو أن يجلس دائما في مكان جيد ويؤدي خلال المباراة أن يتواجد بشكل جيد أفضل أثناء المباراة. ولكن باريس سان جيرمان كان منزعج بشدة ولكن لم يستطيع أن إحراز الأهداف وإحراز النتيجة المفضلة لديه وهو الفوز، ولكن بسهولة أعتقد أن المباراة لم تكن سهلة للفريق الباريسي. هو أدى بأداء جيد وهم كانوا أفضل على المستوى البدني أيضا وأخذوا ما يريدون من المباراة، ولكن نيمار استطاع التعادل ولولا هذا كان ستهزم بيجي. يعني عموما اتعودنا من الكره الفرنسيه انه ما فيهاش اللاعب الاوحد، في فرق كبيره زي موناكو زي بوردو زي مارسيليا، هل تتوقع السنه دي انه يكون في منافسه على مستوى بطوله الليج او بطوله الدوري الفرنسي، ولا تتوقع ان يتكرر السيناريو المعتاد وانه بي اس جي هيوصل لتحقيق اللقب بسهوله؟ أعتقد أن يوجد وقت كبير على تحقيق هذا، ولكن أعتقد أن الفريق الباريسي دائما هو المرشح الأول، ولكن أعتقد أن في هذه المرة ستكون البطولة أصعب لأن يوجد لاعبين كثيرين سيكون موجودين في باريس سان جيرمان في كأس العالم، واعتقد ان هذا قد يؤثر عليهم في البطوله، ولكن هم لديهم الافضليه طبعا في الحفاظ على اللقب. ولكن ارى يوجد اربع فرق قويه ايضا اراهم مع باريس سان جيرمان، مارسيليا قويه جدا واعتقد ان سيكون سيقدم موسم جيد جدا، واعتقد انهم سيستمروا على هذا الاداء. يمكن لو تكلمت على البي اس جي اعتقد انه الهدف اول للجماهير والاداره هو لقب الشامبيونز ليج، من وجهة نظرك هل ينجح جالتييه المدير الفني لقيادة البي اس جي فيما فشل فيه من قبل مدربين كبار زي أوناي إمري زي توماس توخيل زي بوتشيتينو الموسم الأخير؟ هل بتشوف انه جالتييه قادر على التتويج بلقب الشامبيونز ليج مع البي اس جي؟ أعتقد أن الفريق الباريسي ابتدى بشكل جيد في هذا الموسم، وأنا أعلم وأعرف كريستوف جالتييه من سنين كثيرة، وأعتقد أنه سيساعدهم بقوة على تحقيق اللقب. هو لديه العديد من اللاعبين الجيدين، ولكن الآن أعتقد مع تواجد هؤلاء اللاعبين مع مدرب بحجم كريستوفا جالتييه سيؤدون أداء أفضل من المواسم الماضية. كان صعب نعم في الأعوام الماضية، ولكن أعتقد في هذه المرة هم مستعدين أفضل، هم سيكونوا مؤهلين أكثر للفوز بالبطولة، ولكن دائما يوجد الصعوبات ودائما يوجد فرق كبيره مثل الريال والبايرن ومانشستر سيتي، سيكون شيء صعب بالتالي
وانا بتابع معاك الدوري الفرنسي، خليني في بدايته طبعا وفي مراحله الاولى، في ضيف مصري بيظهر لاول مره في الدوري الفرنسي وتحديدا مع فريق نونت، المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد. اذا كنت تابعته او اتفرجت عليه في مشوار او في بدايات مشواره في الدوري الفرنسي، ازاي بتشوفه وازاي بتشوف قدرته على النجاح مع فريق نونت؟ أعتقد أنه يستطيع التأقلم. أنا رأيت أنه لديه المهارات والقوة البدنية وما يستطيع أن تساعده على النجاح. وأيضا هو فريق مثل نونت، ونونت هو فريق كويس يستطيع أن يساعده أيضا. ممكن أن يكون اللغة هو عائق إذا كان لا يتحدث اللغة الفرنسية، ولكن أعتقد أن إمكانياته وإمكانيات فريق نونت قد يساعده بقوة للتأقلم والحصول، وهم يستطيعون أن يفوزوا مثلا بكأس فرنسا وتحقيق بعض الألقاب أيضا. ولكن أعتقد هو لديه الوسائل والمؤهلات التي تساعده على تحقيق النجاح. بيتهيألي ان الدوري الفرنسي او الانديه الفرنسيه يمكن من اكثر الدوريات في اوروبا اللي بتعتمد على نجوم من افريقيا، واعتقد انك ليك تجربه في الوقت اللي كنت بتتولى فيه يعني مسؤوليه المدير الفني لفريق ميتس، وقدمتوا كتير من المواهب. ليه ما فيش اهتمام قوي باللاعب المصري، او ما فيش فكره التركيز على السوق المصري في استخدام اللاعبين للانديه الفرنسيه؟ أعتقد نستطيع أن نقول يوجد ولكن ليس دائما. نعم أنت على حق، يوجد لاعبين كثير من المغرب في فرنسا ومن أفريقيا، هذا حقيقي. ودائما يكون لاعبين على مستوى صغير، ولكن هذا بسهولة وببساطة أن يوجد، لأن هؤلاء اللاعبين دائما ما ينضمون إلى فرنسيين عندما إلى فرنسا عندما يكون صغيرين. ولكن أعتقد أن اللاعبين المصريين يوجد كثير منهم الذي يستطيع اللعب في الدوري الفرنسي وتحقيق النجاح، هي فقط مسألة تواجد في الموقع. يعني أنا أرى أن اللاعبين من المغرب العربي والإفريقيا يذهبون دائما إلى فرنسا منذ صغرهم بسبب اللغة، ولكن أعتقد إذا ذهب اللاعبين الفرنسيين أو اهتموا أن يكون هذا المصريين أن ينضموا للدوري الفرنسي، أعتقد أن سينجحون بشدة. وأعتقد أنه ميتس اللي أنت توليت تدريبه أيضا لأكاديمية، أعتقد جينيراسيون فوت موجودة في السنغال، وأعتقد يمكن من نفس الأكاديمية دي ظهر نجوم كبار وآخرهم طبعا ساديو ماني مهاجم بايرن ميونخ الحالي. نعم هذا يوجد هذه الأكاديمية، وهو شراكة مع الأكاديمية في السنغال، ولهذا يوجد لاعبون الكثير من السنغال الذين ينضمون منذ صغرهم إلى فرنسا. وكما رأينا ساديو ماني كان صغير السن عندما انتقل إلى فرنسا ثم انتقل للفريق الأكبر، وطبعا بفضل مهاراته ومؤهلاته مؤهلاته لهذا المكان في هذا الوقت، ولكن وهي ما تساعد هذه الأكاديمية والشراكة تساعد بقوة على ضم اللاعب. خليني أرجع لفريق موناكو مرة تانية، وإزاي بتشوف فرصه في اليوروبا ليج الموسم ده؟ يمكن المنافسة في الشامبيونز ليج بتبقى مستوى أعلى وفرق أقوى ونجوم أكبر، لكن يمكن في اليوروبا ليج فرق كتيرة جدا مش مصنفة وما كانش متوقع أنها توصل لتحقيق اللقب قدرت تنجح في ده، آخرهم فرانكفورت الألماني، قبله سيبيا الأسباني، وغيرهم تاريخ طويل يعني. هل تتوقع أن في فريق فرنسي وخصوصا موناكو السنة دي قادر على أن يحقق لقب اليوروبا ليج؟ أنا رأيت بعض الفرق ورأيت فريق جيد جدا في لموناكو، أرى أن هذا الفريق أنا أشد إليه بقوة وأنا أحبه قوة. فريق موناكو هو يستطيع فعل دائما
الفارق، وهذا ما رأيناه امبارح في الأمس عندما رأينا هذا الأداء الرائع الذي أدوه لاعبي موناكو أمام باريس سان جيرمان. أعتقد إذا كرر موناكو الحصول على اللقب واهتم بهذا أنهم يستطيعون الحصول عليها. تقييمك لانتدابات مارسيليا وخصوصا طبعا نجم تشيلي أليكسيس سانشيز، هل يقدروا يساعدوا الفريق على تحقيق لقب سواء على المستوى المحلي أو القاري؟ طبعا هما أدوا بداية جيدة جدا، هما ضموا كثيرا من اللاعبين، هم منظمين ولديهم مدرب ذكي ودائما ما يفعل الأشياء المبتكرة، وأعتقد أن تنظيمهم سيساعدهم بقوة. ولكن اليوم في هذا اليوم هذا الفريق قوي يستطيع المواجهة، هو لديهم كما نقول جيل جيد فنيا وتكتيكيا، ولكن أعتقد أن اليوم هم قريبين من البطولات، ليسوا مثل باريس سان جيرمان بالتأكيد ولكن أدائهم جيد. سؤالي الأخير عن المدرب الفرنسي، لسنين طويلة من أول ما فتحت عيني على متابعة كرة القدم الأفريقية والمدرب الفرنسي موجود والمدرسة الفرنسية موجودة بشكل قوي جدا سواء على مستوى المنتخبات أو على مستوى الأندية، وكتير من الأسماء حققت إنجازات كبيرة جدا في أفريقيا، ليه تراجعت مكانة أو ترتيب المدير الفني الفرنسي في قارة أفريقيا مؤخرا؟ المدرب الفرنسي كان يوجد الكثير الذي قادوا الفرق في أفريقيا والذي حصلوا على أرقام وألقاب رائعة، ولكن أعتقد أن الآن المدربين الفرنسيين الآن عندما يأتون إلى أفريقيا مع اللاعبون الجيدين هذا يساعدهم كثيرا في كرة القدم الأفريقية، ولكن في بعض الأحيان سيكون الأمر صعب أيضا في وجود بعض المواهب ولتحقيق النجاح المطلوب. ولكن نعم أعتقد أن في قارة أفريقيا نعم يوجد لاعبو مدربين كثيرا في أفريقيا، ولكن هذا يوجد بسبب التاريخ الذي يربط فرنسا بأفريقيا. دومينيك بيجوتا، أتمنى كل التوفيق لمنتخب فرنسا في بطولة كأس العالم وبشكرك شكرا جزيلا على مشاركتك معنا في السادسة.